دبابيس الفراخ بمربى المشمش والسراتشيا صوص. مقاديرنا عباره 8 دبابيس فراخ، كوبايه مربى مشمش، 2 معلقه كبيره صلصه سراتشا. صلصه سراتشا دي من الصلصات اللي بتبقى زي الهوت صوص شويه، بتبقى حرقه شويه. 1 أو 2 معلقه كبيره خل رز، 1 معلقه كبيره صويا صوص، 1 معلقه صوص سمك، حزمه بصل اخضر، معلقتين كبار زيت زيتون، ملح وبحر، ملح بحر وفلفل اسود. طيب الطريقه دي زي ما قلت لكم سهله وسريعه جدا. كل اللي احنا محتاجين نعمله ان احنا هنضيف كل المقادير دي على بعض وندخلها، نحطها على الفراخ وندخلها الفرن. هجيب معلقه بس الاول، عايزه انزل شويه من ملح البحر ده الحلو ده على الفراخ نفسها. تاخد طعم حلو منه. ماشي، هنزل بقى ملح البحر، كل المقادير بقى على بعض. مربى من الحاجات اللي هتدي لون وطعم خطير للفراخ، خطير، ما بتسكرهاش خالص، ما تخافوش. السكر اللي فيها طعمه بيتكرمل، وهي نفسها المربى بقى بتخش جوه نسيج الفراخ، بتخليها طريه جدا جدا جدا. هنزل البصل، صويا، خلي الرز برضو من الحاجات اللي بتطري الفراخ جدا جدا، والسراتشا صوص. لو مش عايزين سبايسي ممكن تستغنوا عن السراتشا صوص، تستخدموا مكانه مثلا كاتشب، مش هيقول لا خالص. معلقه صلصه ممكن برضو. قلبوا بقى كل المقادير دي كويس جدا مع بعض. هزود شويه مربى كمان، اكتر الحاجات اللي بحب استخدمها مع الفراخ هي المربى، الحاجات اللي بتليق جدا. دايما لما تدخلوا الفراخ الفرن حاولوا دايما تحطوا في المقادير معلقه مربى مشمش، معلقه مربى برتقان، بتفرق قوي في طعمها وفي الكراست بتاعت الجلد بتاعها. هزود بقى شويه ملح، فلفل اسود، هقلبهم برضو، ملح البحر برضو مش محطتش كتير، فزودت معلقه صغيره ملح عادي. زي ما انتم شايفين قوام الصوص تقل وبقى كريمي. هنزل بقى الفراخ على طول بالصوص ده. طبعا لو تقدروا تعملوا الخطوه دي من بدري، حطوا الفراخ في التلاجة، هتفرق قوي في طعمها قوي يعني. ممكن اصلا تشيلوها كده في الفريزر، تعملوا كميات كبيره وتشيلوها في الفريزر، تطلع على قد الاستخدام، على قد تشوها تدخلوها الفرن. نزل عليها الفراخ، هحاول ان انا مش هنزل الصوص دلوقتي، في نص السوا كده هنزل بقيه الصوص عليها عشان مش عايزاه يتحرق كله دلوقتي. اخر 10 دقايق من السوا هنزل بقيه الصوص واحمر وشها. هنزلها شويه كده ملح بحر، هدخلها الفرن.